أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء أنه ترك الأولى، وأن الماء لا يفسد لكونه غير متيقن نجاسته، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ هذا خلاف الدليل. هو قال به من قال من أهل العلم إن غسل اليدين بعد النوم إنه سنة، لكن هذا خلاف الدليل. دليل إن غسلهما واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا صارف له، ليس له صارف عن الوجوب. الذي يدعي أنه للاستحباب عليه أن يأتي بالدليل الصارف عن ذلك. نعم.